شفنا بعض اللاعبين اللي كانوا في الراشد بين جابوا مع هذا ما شفناش كثيرة. كرة تسديدة توزيع عداري 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 الكرة عداري من هذه نجل الانتصار مجموعات كلها المسؤول الافريقي مجموعات رفع للعمليات الهجومية وتيرة العمليات الهجومية من جانب المنتخب الكيني الذي يبدو أنه اليوم أقوله كرة في خط الوسط تحضير إمكانية بناء العمليات الهجومية الآن من خط الوسط والنتيجة المسجلة كما نتابع هدف داخل كل مرمى العمليات الهجومية وبناء الكرات من الجهة اليسرى من جانب المنتخب الهجومية إمكانية تطويب المباشرة بعيدة على الشيء الكرة مباشرة تجاه تمس مع المنتخب المصري في منطقة أفريقيا المثير هناك بالقاهرة في هدف واحد وأيضا قدر أن تنزل للأرض تماما بل قام بتصويبها وهي طائرة في الهواء كأفريقي وسطى صابوي راؤول جيدة كرة ملعوبة ذكر بأنه لقاء منقول عبر قنوات شركة وطنية إذاعة وتلفزيون المغربية الرياضية والرياضية جدي لايف العملية الهجومية الآن ضايعة هجمة مرتدة منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى الأفضل من ناحية بناء العمليات الهجومية لحد الساعة في فعالية حاول من جهة اليمنى كرة القدم الأفريقية تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة كرة القدم الأفريقية التي لا تعترف بمنتخب صغير ومنتخب كبير جبرت نتائج إيجابية بالنسبة لمنتخب أفريقيا الوسطى الأولمبية محاولة من أجل والصيف كيطا تمكن من تأمين ثلاث نقاط الأولى في المشوار الأفريقي بملعب بارك فليمي بوغاندا تحضير الآن تحضير يمكن يترفع الكرة داخل منطقة الجزاء لمحاولة فرصة ولكن هنالك تغطية رجعت من جديد الخلف عن طريق أنت تكون المنافسة جيدة كرة ملعوبة ذكر بأنه لقاء منقول عبر القنوات شرقة لحد الساعة 20 دقيقة على سد الستار الجولة الأولى من عمر هذه المواجهة كرة أمامية بعيدة جمهورية أفريقيا الوسطى شاهد هذه المحاولة ممتازة بكرة في خط الوسط تحضير بناء العملية الهجومية عن طريق اللاعب يوغاموس يغير تماما رقم 5 انزل عميد انزا يميسي الوجي تحضير من الجهة اليسرى المواجهات الافريقية لازالت موجات تخبئ العديد من الأشياء غامضة لا يمكن يبدو أن الشفرة تزداد لتكون تحقيقدا القن غير موجود وصعب فك رموز دفاع شاهدنا البناء العملية الهجومية آخر مطاف محمد الجديد تضيع يرحل إلى رواندا لمواجهة المنتخب الرواندي على أن يستقبل في آخر مباراة منتخب إيجيبيا طرف تجاه تمس محاولات
الإيجابية المستمرة مباشرة للمنتخب اللاكيني. جوج لاعبين فقط أمام أربعة مدافعين. هذا تنقص المنتخب الكيني متأخر بفارق هدفين. كرة في خط الأمامي تحديات كرة جمهورية أفريقيا الاستوائية. ذكر أنه القادم من المواجهات بالنسبة للمنتخب جمهورية أفريقيا الاستوائية هو ملاقاة كوت ديفوار، ثم بعد ذلك هي مباراة الذهاب بالنسبة له، بعد ذلك سيدخل في مباراة الإياب يستقبل كوت ديفوار، يرحل بلقاء رواندا برواندا ويعود ليستقبل منتخب كينيا. مباريات المقبلة ستكون بداية من 3 سبتمبر المقبل استقبال أو لعب كرة أمامية. فرصة اللاعبين سواء من جانب المنتخب الكيني او منتخب افريقيا الوسطى. والتذكير ايضا للمنتخب كنترول تحكم بالكره، هذا قابل لان يصبح افضل واحسن. ليست المنافسه بالسهوله التي يتوقعها متتبع ومواكب للمنافسات. تمريرة جانبية، فرصة مواتية للتصويب ولكن إبعاد الخطورة في آخر مطاف في خطر. لم يكن أناني بغداد منجح في كرة الأخيرة، ساعد زميله مرر له كرة على طبق سجل في هدف الثالث. مرعوبة داخل منطقة الجزاء تحضير. هذه فرصة في اخر مطاف الكره.